إذا للوقوف على أحوال المهاجرين إلى أوروبا في ظل أوضاع صعبة للهجرة وانتهاكات من شرطة الحدود الأوروبية، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس المركز السوري للدراسات القانونية الأستاذ أنور البني. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. بعد موجة الهجرة الكبرى في عام 2015 والمعروفة أسبابها سلفا، بدأت موجة جديدة من الهجرة هذا العام إلى أوروبا. بداية، ما الظروف التي دفعت إلى الموجة الجديدة للتوجه إلى أوروبا؟ يعني هناك كثير من الظروف التي دفعت ليس فقط السوريين وإنما العديد من البشر في دول أخرى تعاني ديكتاتوريات، إن كان في مصر، الجزائر، ليبيا، تونس، الآن بلدان أفريقيا عدا عن العراق، والكثير من البشر يسعون للبحث عن حياة آمنة حقيقة. وللأسف الشديد أنه الدول التي ترفع شعارات حقوق الإنسان ليس فقط لا تستقبل اللاجئين وإنما ما تزال تدعم ديكتاتوريين يجبرون أو سياساتهم وأفعالهم وجرائمهم تجبر البشر على الهروب منهم والبحث عن ملاذ آمن. نعم، هنا منظمة الدولية للهجرة تقول أن هناك أكثر من 29 ألف شخص لقوا مصارعهم في البحر وخلال الرحلة إلى أوروبا منذ عام 2014. هذا الكلام، إلى ماذا ترجع سبب ارتفاع عدد الوفيات خلال رحلات الهجرة؟ يعني البحر الغير آمن، تجار الموت حقيقة الذين يضعون البشر في سفن أو عوامات أو مراكب صغيرة تتسع لعشر أشخاص، يضعون فيها عشرات الأشخاص، وهذا يؤدي إلى غرق المركب وهم يعتمدون ويتركونهم بلا أي ربان، يضعونهم في المركب ويسيرونهم دون أي هدى، معتمدين أن السفن العائدة للاتحاد الأوروبي أو للدول الأوروبية يمكن أن تنقذهم إذا حدث شيء. للأسف تجار الموت كثيرون أصبحوا في كل البلدان يتاجرون بموت البشر، من لبنان إلى الجزائر إلى ليبيا إلى مصر إلى تونس، الكثير حتى المغرب، الكثير من تجار الموت يعتاشون على حياة البشر. موجة الهجرة الحالية تشهد انتهاكات خطيرة من قبل الدول التي تكون مقصد للمهاجرين، ما الذي غير سياسات هذه الدول التي كانت تستقبل المهاجرين في البداية واليوم بدأت تغلق أبوابها في وجوههم؟ للأسف الشديد زاد البؤس، زاد القهر، زاد عدم الأمان في عديد من البلدان خلال هذه الفترة، وللأسف الشديد كذلك. يعني إذا تنظر الأمور من ناحية النظرة الأوروبية، إذا فتحوا فهم سيستقبلون ملايين وليس فقط آلاف أو مئات آلاف، سيصبح هناك ملايين من البشر ستصل إلى شواطئهم. هم يتخذون إجراءات لا إنسانية، وحتما اليونان وإيطاليا على رأس هذه القائمة. اليونان هناك معسكرات اعتقال حقيقة بشروط لا إنسانية تضع فيها المهاجرون أو اللاجئون، وتعيد كما ذكرت في تقريرك تعيد قسم منهم إلى تركيا، وبإيطاليا كذلك يعملونها بشكل غير إنساني. للأسف الشديد هي سياسة مزدوجة، وكذلك هي تعبير أن ملايين البشر فقدت الإحساس بالأمان في بلدان. طيب، هنا في هذه النقطة بالتحديد منظمة العفو الدولية ترصد انتهاكات الحكومة الإيطالية بالذات وصولا إلى طرد المهاجرين. إذا كانت العودة القسرية تمثل انتهاكا لحقوق والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان، لماذا لم نرى أي تحرك من مجلس حقوق الإنسان وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة؟ هي حسب البلد الذين جاءوا منه. حتى الآن لم نرى إعادة إلى سوريا، لكن حسب البلد، ممكن من تونس يمكن أن تعيدهم إلى تونس باعتبار هذا لجوء اقتصادي، ويمكن أن تعيدهم إلى المغرب أو حتى ممكن إلى ليبيا، إلى المناطق التي توقفت فيها الحرب، أو إلى مصر. كثير من المصريين في ظل الدكتاتورية السيسي يهربون الآن، لكن لا يمكن مثلا حتى الآن أن تعيدهم إلى بلد غير آمن يمكن أن تعرضوا فيه للقتل أو للاعتقال أو للتعذيب.
نعود إلى النقطة التي ذكرتها بأن القوات اليونانية تحتجز مجموعة من اللاجئين وتقوم بإرجاعهم إلى تركيا. إلى أي مدى الخلافات السياسية أصبحت حاضرة بين الدول بخصوص أزمة اللاجئين؟ هي ليست حاضرة، هو تركيا تتلاعب بالسياسة واليونان ترد بنفس الطريقة. تركيا تريد الضغط على اليونان بقضية اللاجئين فتفتح لهم مجال للهروب أو لركوب البحر. يعني وصلوا إلى اليونان وبإمكانهم الدخول والولوج إلى أوروبا الغربية ولكن تمنعهم وتعيدهم. كما قلت حتى القانون الدولي يقول بأن الهروب من بلد آمن لم يعد هروب لجوء، يعني هم كانوا في تركيا لفترات طويلة وبالتالي لم يعد هناك خطر يهدد حياتهم في تركيا حتى يعتبروا هاربين من مناطق حرب. بموجات لجوء 2015-2016 كان هروب من سوريا بآلاف، عشرات الآلاف، كانت حالة عدم أمان وما زالت سوريا غير آمنة. لكن نعم. كما قلت المسألة تتعلق بالبلد التي قدم منها اللاجئون، حتى الآن لا توجد بلد نعم. أوروبي محازي لبلدان التي غير آمنة إلا بالنسبة لليبيا ربما، وكبلد غير آمن ممكن ما زال الصراع المسلح مسيطرا عليه. لكن القانون الدولي يمنح الدول أن لا تقبل لجوء الأشخاص القادمين من دول آمنين فيها. نعم نعم. كما قلت السياسة هي تلعب دورا كبيرا واللاجئون أصبحوا سلعة سياسية. اليوم في لبنان يتلاعبون بمصير اللاجئين ويعيدون قسرا حوالي 1600 سوري يعادون قسرا إلى سوريا. تركيا يتحدث عن إعادة قسرية إلى سوريا لعشرات الألوف من السوريين. نعم تمام. نشكركم الشكر الجزيل ونعتذر لضيق الوقت. اللاجئين لعبة سياسية. نعم. شكرا لكم من لندن أو من برلين عفوا رئيس المركز السوري للدراسات القانونية الأستاذ أنور البني، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.